بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أم أخينا بن عيسى شوقي رئيس جمعية السلام للهدارة. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعله مفتاحا للخير أينما حل. نقول لأخينا كما ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وأقول لأخي بن عيسى شوقي: ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة أخرى من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس، أو في رواية وهي عند تفرد بها ابن ماجة، أو كشف سترا بينه وبين الناس، فإذا بالناس يصلون وراء أبي بكر رضي الله عنه، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. ونحن نشد عضدك بهذا الحديث أخينا بن عيسى شوقي على ما أصابك في أمك. نقول لك مرة أخرى: اللهم احشرها مع المتقين، اللهم احشرها في زمرة المقربين، وبشرها يا رب العالمين بروح وريحان وجنة نعيم. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. نسأل المولى عز وجل أن يمن على الوالدة بالرحمة والرضوان، ولكم من بعدها بالصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم احشرها مع المتقين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.